عمر انت مالك دلوقتي؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه فيه؟ رياضة رياضة الرياضة كويسة فعلا، بس مش وقت رياضة خالص. ايه؟ مش وقت رياضة خالص. الرياضة مهمة في أي وقت. طبعا. عارفة ليه؟ اه عشان الكرش. انت عندك كرش؟ اشفط اشفط ماشي. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن كلية التربية الرياضية من تقديم هبة رمزي وأشرف محمد. أشرف عملت السلام عليكم. أولا اسمي أشرف أحمد يوسف مش أشرف محمد، بس تعديلا يعني. تمام. أشرف هنعمل قصة كده في البداية. أشرف. دي اللي أشرف. بدأت معايا قبل ما أدخل كلية التربية الرياضية. أوكي تمام. أشرف عملت إيه في النتيجة؟ ماما أنا جبت 90%. كام؟ 90%. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. دعواتك يا ماما، ربنا يخليك. ربي يا ابني تخش كليه قمه كده، قمه فوق. ربنا يخليك يا ماما، ادخل الكليه اللي بحبها اهم حاجه. يا ربي يا ابني يكرمك يكرمك. ربنا يخليك يا ماما. ادعي لي بقى عشان دخلت اختبارات كليه التربيه الرياضيه. يا لهوي. ايه ماما في ايه يا ماما؟ ايه مالك في ايه؟ تربيه رياضيه. اه ماما تربيه رياضيه. هيب هوب هيب هوب. ايه يا ماما في ايه مالك؟ ثاني مد الله ايروبكس. ماما انت بتحطميني يا ماما. يا فرحتي بيك يا ابني. ماما اسمعي بس حبيبتي، مالك في ايه يا ماما؟ هتخش يا ابني تربيه رياضيه بعد 90%. ايه يا حبيبتي الكليه اللي انا بحبها؟ 90% يا ابني. يا حبيبتي انا طول عمري بلعب رياضه، هدخل كليه ايه مثلا؟ والنبي ما انت فالح. مالك يا حبيبتي؟ طب بصي، طب ممكن استاذنك تيجي معايا مؤتمر اختيار كليتك عشان نعرف يعني ايه تربيه رياضيه؟ طب يلا يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اسمي هبة رمزي فتح الله، كلية التربية الرياضية بنات. استني استني استني، بيحبوا يسقفوا معلش. أنا شايفة كده إنك نمتوا، مليتوا؟ طب ما تيجي نلعبوا بما إني مدرسة ألعاب. بصوا هنعدوا من الحروف الأبجدية من ألف للياء، واللي يسمع اسمه من أول حرف هيقوم. سي ألف، مفيش ولا واحد أول اسمه ألف. ألف يوم يقف. ب ت س. لا قوم اقف زي ما انت، خليك واقف. احنا بنعذبك، احنا جايين نعذبك اساسا. قوم اقف. بقى لنا 4 سنين في كليه طالع عينينا، حسوا بينا شويه. ألف ب ت س ج ح خ د ز ر زين سين شين ص ض ط ز عين ج ف قاف كاف لام نون هي واو. يا رب اللي مش هيقوم يقف يجيب مجموع قليل. نرفع ايدينا فوق فوق، سقفة عالية جدا. يا رب اللي مش هيسقف بذمة ما ينجحش. لا برافو برافو، اتفضلوا. اشرف تعالى. ارفع ايدك فوق. انت عايزه مني ايه؟ ارفع ايدك فوق، ده انا هعذبك ال4 سنين بتوع الكليه هطلعهم عليك. ارفع ايدك فوق. ربنا عم مفتري يا رب. سقف يا اشرف، شكلك حلو انت لوحدك كده. اتفضل يا اشرف. شكرا. عارفين يا جماعه احنا عملنا كده ليه؟ عملنا كده لما كلكم سقفتوا سقفه واحده وكلنا وقفنا مع بعض وبقيت ايد واحده سقفنا وعملنا صوت عالي جدا، ولما اشرف وقف لوحده وسقف لوحده ما بقاش ليه اي قيمه لان صوت لوحده. عشان كده مفيش حاجه اسمها انا كليتي قمه وكليتي قاع، لانه كلنا بنكمل بعض. سقفوا. يلا بينا النهارده هقدم. اشرف عايز اعرف عن تربيه رياضيه بنين. تمام. هي كليه تربيه رياضيه في اسكندريه عامه، مش كليه مختلطه زي كل الكليات. ده كان أول طلقة أخدتها في حياتي يعني. يلا هتبقى ناشفة طول السنة. هي كلية التربية الرياضية بنين موجودة في أبو قير. وأنا في فليمينج. بيتفسحوا في فليمينج. الكلية أنا هكلم معاكم عن كلية التربية الرياضية أبو قير. وهبة ان شاء الله هتكلمكم عن التربيه الرياضيه بنات. اول حاجه شروط الالتحاق في الكليه هي بسيطه جدا واي حد ممكن يعديها، بس لو انت حابب الكليه، لان نصيحه الكليه مش بخوفكم، بس بيتقدم فيها مثلا اول دفعه في سنه اولى
بندخل بنبقى مثلا 400 طالب 500 طالب حاجه كده. بتخرجوا كم منها؟ سنه تانية بالظبط بنبقى 100 طالب ما بنكملش، لان الكليه بتبقى شديده شويه شبه عسكريه يعني. بتصحى الصبح الساعه 7 الصبح، تاخد الشاور بتاعك، تلبس الترنج بتاعك، تروح الكليه، طابور الصبح. طبعا الكليه زهقانين من الطوابير. رحت الكليه لقيت في طابور الصبح، لو اتاخرت دقيقه ما بدخلش، وممكن ادخل احضر كل الكليات وفي الاخر احضر كل المحاضرات، وفي الاخر ما تسجلش حضور في ولا محاضره وليا نسبه حضور. مش بقلقكم والله، بس ده اللي بيحصل يعني. لان في ناس كتير كانوا بيسالوني عن كليه التربيه الرياضيه، كنت بقول لهم جميله عن نفسي يعني، بتكلم عن نفسي. دخلوا بقى يدعوا عليا الحمد لله. الكليه شروط الالتحاق بدايتها اول حاجه مجموع الثانويه العامه، وده بسيط جدا من 60% فيما فوق. تاني حاجه اختبار الكوميسيون الطبي، وده الغرض منه ان انت بتتاكد من سلامه اجهزه جسمك الداخليه كلها، علشان المجهود اللي انت بتتعرض له اثناء الدراسه فبيبقى مجهود عالي شويه. تالت حاجه اختبار القدرات البدنيه، ودي بتبقى على مدار 3 ايام. اليوم الاول بيبقى اختبار الكشف الطبي الخارجي، بيبقى لسه ما طلعش نتيجه الكشف الكوميسيون الطبي، فبنعمل كشف مبدئي على القلب وجهاز الدوره التنفسي علشان نشوف انت هتقدر تعمل الاختبارات اللي جايه ولا لا. اليوم الثاني بيبقى اختبارات الوزن والطول والقوام. وزنك لازم يكون مناسب لطولك، طول من 165 فيما فوق. القوام ما ينفعش يكون فيه تشوه قوام ولا حاجه. ما تقلقوش، البنات اقل، البنات اقل. تمام. اليوم الثالث بيبقى فيه مقابله شخصيه مع دكتور، لان انت اسمك كليه تربيه رياضيه، تربيه الاول، فانت بتتخرج بتبقى قائد لمجموعه. مهما اتخرجت اشتغلت في اي مجال فانت بتبقى قائد، بيبقى مسؤول من مجموعه كبيره، فبيبقى لازم في كشف زي كشف الهيئه كده في القوات المسلحه بالظبط. بعد كده في اختبارات القدرات البدنيه والمهاريه، تختار رياضه معينه انت حاببها تقدر تعدي فيها بتختبر فيها. الموضوع بسيط جدا يعني. نظام الدراسه بيبقوا 4 سنين زي بقيه الكليات، بس احنا اول 3 سنين بندرس مواد عامه. السنه الرابعه بنتخصص في قسم واحد من الاقسام مختلفه. بندرس في الكليه مواد من اصول تربيه، من تربيه مدرسيه، قسم علوم صحيه، مجالات مختلفه كتير، بس انت بتتخصص في قسم واحد من 3 اقسام دول. اول قسم التدريب الرياضي، تاني قسم الرياضه المدرسيه، قسم ثالث الاداره الرياضيه. دي بعض الصور للكليه عندنا. فكره الكليه عندنا، في ناس بتدخل 4 سنين في الكليه، ما في اماكن لسه ما راحوهاش في الكليه يعني، من كتر ما هي كبيره جدا. ودي نماذج لمجموعه كبيره ورموز عندنا في الكليه. دكتور مروان رجب مدير الفني لمنتخب مصر في كره اليد، وصل بمصر للدور قبل النهائي في بطولة العالم. دكتور علي البيك مسمينه عالم الإعداد البدني والأحمال التدريبية، وده مؤسس علم التدريب على مستوى مصر والوطن العربي كله. دكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا. دكتور حسن أبو عبدة رئيس قسم التدريب لكرة القدم، هو المعلم الأول لكل مدربين كرة القدم في مصر واسكندرية. وأخيرا وحاليا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ودلوقتي أسيب حضراتكم مع كلية التربية الرياضية بنات فليمينج مع زميلتي هبة. شكرا. كلية التربية الرياضية بنات فليمينج عندنا اختبارات القدرات نفس قدرات البنين بالظبط، بس بيختلف عندنا المقاسات. القياسات القياسات. اليوم الاول الوزن والطول والقوام. كذا مره على الموضوع ده، مفيش فايده، هي عافيه. الوزن والطول والقوام. الوزن بيبقى على حسب الطول، بس البنات بتبدا من 159 فيما فوق، اصغر من كده لا ما تدخليش طبعا. اليوم الثاني مقابلة شخصية أو ألعاب قوة، بتختاري لعبة معينة من ألعاب القوة، وبيبقى عموما بيبقى 100 متر ل 200 متر. وعندك المقابلة الشخصية، بتقابلي مع دكتور
ذو خبره من الكليه بيقعد معاك وبيشوف ميولك الرياضيه ايه او ميولك للكليه. واخر حاجه الكشف الطبي الخارجي، مجموع تنسيق الثانويه العامه نفس تنسيق بنين من 60 لفوق. اقسام الكليه عندنا احنا 6 اقسام بنتخصص في 4 منهم. اقسام الكليه اللي بنتخصص فيها 4: تدريب، ترويح، اداره، تعليم. بنات ترويح، المواد الدراسيه المشتركه ما بين ابو قير وفليمنج في مواد مشتركه ما بيننا وما بينهم، بس بيبقى في مواد مشتركه بيا انا بس لوحدي بس، اللي هي جمباز ايقاعي وتعبير حركي وتايكوندو ولياقه بدنيه. دي بعض الملاعب والصالات من فليمنج بنات، وفعلا احنا دي الملاعب اللي احنا بنلعب بيها بالامكانيات اللي فيها بالتكنولوجي اللي فيها. بيبقى كل واحد نظام الدراسه 4 سنين بنتخصص في سنه ثالثه، اما بنين بيتخصصوا في سنه رابعه. احنا بنتخصص في سنه ثالثه بالاربع اقسام اللي عندنا. طيب احنا فين في المجتمع؟ احنا لينا مجالات شغل كتير جدا، في كل مجال هتلاقي لينا حاجه فيها. النوادي الرياضيه بتشتغل يا مدرب يا اداري، وعندك الاكاديميه الضباط المتخصصه جيش وشرطه. الجيش يا جماعه لينا بنات واولاد، ونفس الكلام في الشرطه بنين وبنات، بس بيختلف ان البنات بيبقى ليها مش بيفتحوا على طول، يعني كل 3-4 سنين ممكن يفتحوا مره على حسب ما هم عايزين. بعد كده عندنا الترويح، بنتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصه وليس المعاقين، اسمهم ذوي الاحتياجات الخاصه. بعد كده في حاجه ما عندنا فتحت قسم جديد ولسه ما اتفعلش، قسم كره القدم للنساء، اتفتح السنه اللي فاتت بس السنه دي ما قبلوش منه اي حاجه تانية. في اخر حاجه هقولها باختصار شديد عن كليه التربيه الرياضيه، بدون تفكير وبدون اسباب، اول ما يقولوا لك كليه التربيه الرياضيه يقول لك ايه ده، انت مدرس العاب؟ يقول له اه. يقول له طب درستها، تعلمت فيها؟ هيقول لك انا اللي بسافر مع المنتخب مع المسابقات الاولمبيه، وانا اللي باهل اللعيبه الدوليه، وبشتغل في التاهيل والاسعافات الاوليه، وانا اللي بشتغل في النوادي مع ابن المحافظ ووزير الخارجيه، انا اللي بدرب في الكويت والسعوديه، وشغلي من اوروبا لحد اسيا الشرقيه، انا الوحيد اللي مميز عن اي كليه، ومن لبسي بيعرفوني اني تربيه رياضيه. مجالات شغلي في اي مؤسسه حكوميه، وممكن اتوظف في اي مؤسسه مهنيه. بيقولوا عليا موادك تافهه وغير علميه، دخلتها درستها، اصلهم ما يعرفوش معنى التربيه الرياضيه. انا اللي بدرس مواد نظريه وعلميه، وبدرس مواد طب وتجاره ودراسات اسلاميه ومصارعه والعاب رياضيه في السله والطايره والكره الشاطئيه. مبادئ التدريب لما بكون مدرب، ومبادئ التدريس لما اكون مدرس، وبتعلم التايكوندو والالعاب القتاليه، وفي الجمباز الشقلبه الخلفيه، وتعلمت اعمل العجله الجانبيه، وفي الترويح اتعلمت اعمل رحلات في المعاهد الازهريه والمجالات الخاصه، وعرفت فعلا قيمه الحضاره الفرعونيه واهتماماتها بالممارسه الرياضيه. عرفتوا ازاي انا بختلف عن اي كليه؟ وشكرا يا جماعه. بس اخيرا في عايز اعرض لكم فيديو، ده كانت نزلته الحكومه الكنديه للشعب الكندي علشان يعرفوهم اهميه الرياضه وتاثيرها على المدى البعيد عامل ازاي. فالرياضه دلوقتي مجال كبير جدا، علم بحر ملوش اخر، فما ينفعش ان احنا لسه نكون بنبص له المنظور اللي احنا كنا بيحصل مع مامتي في الاول ده. فاستاذنكم اعرض لكم الفيديو. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality?
get old with disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. شكرا اشكر حضراتكم جدا ويا رب ما كنتش كنت تقيل على حضراتكم واتشرفت بحضراتكم جدا. السلام عليكم.